من قلبك من قلبك سمح عامل مشاكل وفكي ليه ليه خاطر بون تون فيه من بعد واسع البال واسع البال يلا شوف بلي واسع ليه ليه فقط الله غالب معناها حاجات خايبه اليوم عندنا اكثر من 45 الف حاله كورونا 168 في العنايه المركزه وتقريبا وصلنا معدل 30 وفاة في النهار هذا الكل كنا نعرفوه باش يصير من نهار اللي تحلوا الحدود من نهار اللي حكومة الياس الفخفاخ قررت فتح الحدود وسمعنا السيدة نصاف بن علي تقول رانا كنا ضد أن تتفتح الحدود بالطريقة هذه عرفنا اللي الفيروس اللي خرجنا وأعلننا القضاء عليه وصلنا صفر حالة في تونس عرفنا اللي الموجة اللي باش تجينا ماهيش باش ترحمنا وفعلا هذا هو اللي صار فتحنا الحدود من غير ما نشترطوا التيست بي سي ار على الوفدين الكل لتونس تحت تأثير لوبيات وكالات الأسفار اللي صحيح وضعيتهم كانت صعيبة برشا في عود نلقاو لهم حلينا لي فول شارتير الأجانب وتوانسة جايين يصيفوا من غير حتى رقابة صحية بلدان اليوم حمراء غدوة قررنا أني خضراء تحت تأثير سفراتها هذا الكل عملته حكومة الياس الفخفاخ اليوم الاتحاد الأوروبي أغلق أبوابه على التونسيين اللي باش يمشي يداوي واللي باش يمشي عنده خدمة واللي باش يمشي يزور أولاد ولا يزور أم ولا يزور باستثناء المقيمين ما عادش عندك الحق باش تمشي لأي بلد أوروبي ما يحشموش ومناش عاملين عليهم مزية وربما احنا اللي محتاجينهم هكي يسكروا علينا اليوم من المسؤول على هذا الكل من المسؤول على أرواح التوانسة من المسؤول خاطر توا الأصعب رو مازال جاي هذايا المختصين في الصحة الكل يقول لك الأصعب مازال جاي من المسؤول أنا الإشكال متاعي أني الحكومات المتعاقبة عملت كوارث في البلاد هذه دمروا الاقتصاد دمروا القدرة الشرائية اتفاقمت البطالة نزاد الفقر الطبقة المتوسطة اتفقرت والفقير زاد أكثر عملوا كوارث منذ 10 سنوات الكارثة الأخيرة هي صحة التوانسة الحكومات المتعاقبة سامحوني في العبارة الكلهم اللي يجي يمسح ساقيه في الشعب هذايا ومن بعد حتى حد ما يتحاسب ومن بعد يخرجوا يمشيوا يرجعوا لأعمالهم يرجعوا لأموالهم يرجعوا للترافيك متاعهم والعلاقات اللي عملوهم وهما في الحكم ولا حسبهم حتى حد وفي. إلى متى هذا الوضع شكون يتحاسب فما وجهة نظر الأخرى اللي تقول لك زادة هل كان من الإمكان أن نقعدوا زادة مسكرين الحدود الوقت هذا يعني عنا اقتصاد ينجم يرزيس للشيء هذا عنا بلاد نجم تقعد بلاش العالم الآخر تو فرنسا كي تسكر ألمانيا قد يحتملوا الوضع هما مثلا شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة احنا جماعتين ثلاثة البلاد الكلها تقف انه كلنا مربوطين بالخارج وجهة نظر القرار خاطئ سكي سير اليوم كي نشوفوا بالطريقة هذيك الطريقه هذيك راهو اليوم ايطاليا زون غوش من غدوه ولات زون فيرت وذا قالوا حتى مسؤولين وبلدان خليج قالوا يعني مسؤولين قالوا سفارات تدخلت باش يغيروا الا تصريح سامحني وحاجه اخرى وقت اللي باش نوصلوا مئات لا قدر الله مئات والا الاف الوفيات شنو باش نعملوا وقتها باش نخليو الاقوى هو اللي يمنع والباقي الكل معناها بقيه الشعب التونسي نجم يتوفى وخاصه حاجه نسيتها مهمه ياسر تطريد هو اقاله مذخمه اطرد وزير صحه واحنا نعانيو في 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 ازمه صحيه كيف ما هذيك يعني على جميع المستويات
كل شيء تعمل باش نكونوا في الوضعية اللي احنا فيها اليوم. انا وقتها كان كلام صدمني حتى محمد عبو كيف برر الإقالة قال كلام الوزارة تمشي والإطارات تمشي وقت اللي الوزير كان رابح الحرب حتى معنويا كوميونيكاسيون لا وخدمه زادة أبار خدمة الوزير كان خدمة فريق اللي معاه يخدم عندك وزير يخرج ويتكلم عنده مصداقية ثم حرب معنوية رابحينها توانسة وجيشت الناس الكل ودخلنا في حرب مع الكورونا وقت حتى محمد عبو برر تلك ذلك القرار الاعتباطي اللي مشى فيه اللي يسأل فخفاخ في مهاترات وحروب سياسية لا تعني هذا الشعب. شكرا لكم على هذه الحلقة نعتذر على خاطر البطاقة قراتها كارسونيا مراد عمل حق الرد في ذلك الوقت إذا كان الوضع لا يحتمل منا سماح واحد واحد طلب مني سماح سماح سونيا احنا مسامحينك بحب ان نقول للحنان الشكراني بون شانس ربي معك حنان تكتسح عالم التنشيط اليوم تفرجوا فيه في برنامج احنا الكل في قناة تونسنا تعاود في فيصل الحضيري مش تفرجوا عليها بيان سور هكا الشكراني تعاود اليوم فيصل الحضيري برنامج الكل في الكل على قناة تونسنا مع النجوم اللي تعرفهم ومنهم احسن بن عثمان على التكبيرة مع حنان الشكراني. شفنا البرومو حنون برومو مزيانة برشا شرح السعيد نتفرجوا فيك ان شاء الله اليوم وبالتوفيق الشكراني تكتسح عالم التنشيط صنعت برشا نجوم صنعت برشا نجوم يلا اللي يخرج من بعدك يتصرح والله العظيم غريبة لنا موعدنا غدوة ان شاء الله معكم في حلقة جديدة من رفماك تحية الكامل الفريق سونيا مراد ناصر سندريلا رامي خليل في الاخراج سيري الاقسنطيني في الاعداد ميرسي قسم الديجيتال بعد شوية وجيها في المدام وجيها